رسومات تشارلي إبدو المثيرة للجدل دعاية عنصرية أم تعليق ساخر؟ كان هذا النقاش الذي أشعله آخر رسوم مجلة تشارلي إبدو الفرنسية والتي لطالما كانت مسارا للجدل، حيث تناول الرسم الساخر الطفل السوري ألان كردي الذي تم العثور عليه ميتا على الشواطئ التركية في شهر أيلول الماضي. ويقول التعليق الساخر: هذا ما سيكون عليه الطفل إيلان لو كتب له البقاء حيا، لأصبح متحرش جنسي في ألمانيا. إذا كنت تعتقد أن هذا عنصري فلست الوحيد. يقول الدكتور كريغ كونسيداين: هذا عنصري واضح وبسيط، بينما وصفه المدون سوني هوندال بالمقرف، وراح عن نوت كريس تايلر بالقول أن الرسم عنصري ويخفي بين سطوره السخرية من حرية التعبير. لكن دعونا نرى المشهد من زاوية أخرى. في الواقع لقد اندلعت التظاهرات في ألمانيا على أثر حادثة البعبصة بمؤخرات السيدات في كولونيا، ونسبت التحرشات للاجئين والمهاجرين الوافدين إلى ألمانيا، كما ويعرف أحد مستخدمي تويتر التعليق الساخر بالقول إنه نوع من الهجاء والسخرية المبالغ بها لفضح غباء الناس في سياق السياسة المعاصرة وقضايا أخرى. ويقول كريس تومسون إن الرسم يسخر ويوجد الشكل الذي تم به وصف المهاجرين بأنهم معتدين ومتحرشين، إنه ليس عنصري، أليس كذلك؟ فما رأيكم أنتم يا سادة؟ هل ترون في رسومات تشارلي إبدو عنصرية أم سخرية